هن سيدات المنازل أو العاملات في شتى المجالات، نساء يغيرن العالم ليكون مكانا أفضل لنا جميعا. في يوم المرأة نتمنى لسيدات عالمنا العربي كل التقدم والسعادة والصحة. كل عام وأنتن بخير. شكرا يا عادل، يعني طلع كلام حلو النهاردة بهذه المناسبة. تحية لكل سيدة تربي أجيال، لكل سيدة حققت نجاحا، وأيضا لكل سيدة تربي أجيال وأجيال خلال السنوات القادمة والسنوات الماضية أيضا. شكرا لك في كل مكان في العالم، وشكرا لأمي بالتأكيد. ميرسي كلك ذوق. صباح الخير مشاهدينا في كل مكان. نبدأ حلقة جديدة، حلقة مميزة اليوم. في حلقة اليوم نتابع هذه العناوين، والبداية مع هذا العنوان من السعودية. السعودية تدعم زراعاتها المحلية، نتعرف على قصة نجاح إحدى المزارع في الرياض. بعد أن كان أحد ضحاياها مغني الراب الموريتاني راسينجا يحارب ظاهرة التخلي عن الأطفال وينقذ العشرات منهم. قلبي سلام لبيروت. لبيروت أغنية أدخلت الشابة اللبنانية لارا أبو عبدو للمنافسة في The Voice النسخة الفرنسية. ضمن مواضيع حلقتنا في صباح العربية اليوم، ألم شديد في الرقبة مع تيبس وتصلب في العضلات من أبرز أعراض ديسك الرقبة، ما الأسباب وطرق العلاج؟ موضوع فقرتنا الطبية. مع دخولنا موسم الربيع، ما هي أبرز الإطلالات التي ستسيطر على موسم ربيع وصيف 2021؟ الإجابة في فقرة الموضة. راسلونا دائما على هاشتاج البرنامج صباح اندرسكور العربية، وكذلك على حساباتنا تويتر فيسبوك انستغرام @صباح العربية. من المرأة التي تلهمك إلى جانب والدتك؟ أطفال يولدون ويتركون أو يتركون بلا بيوت ولا رعاية، تخلت عنهم أمهاتهم العازبات، ظاهرة لا تخلو منها المجتمعات، ولكن في موريتانيا وجدت هذه الفئة من يحنو عليها وينتشلها من ضياع الحياة ومن نظرة المجتمع القاسية. إنه مغني الراب راسينجا الذي عانى من المشكلة نفسها، فبدأ في احتضانهم لينضم إليهم متطوعون ينشرون الوعي ويجمعون التبرعات ويبعثون الأمل في نفوس الصغار الأبرياء. نتابع التفاصيل. لا تربط من يبدون أبا وبنيه صلة قرابة مطلقا، هم أطفال تخلت عنهم أمهاتهم العازبات، ومن يبدو كأنه والدهم هو مغني الراب الموريتاني راسينجا الذي كرس وقته منذ سنوات لإنقاذ حياة أمثال هؤلاء الأطفال والقضاء على الظاهرة التي كان هو نفسه ضحية لها. أنا من نفسي أجبرت نفس المشكلة، غير أجبرت شانس كبير، أجبرت عائلة قبروني عن شارج، أعطوني كل شيء في الدنيا. من كبرت مولي أجبرت 18 سنة، قلت إن شاء الله أنا الباقي في حياة دفر لا نديروا إلا في الأطفال، لا نديروا سير لزنفان.
تطورت المبادرة بانخراط متطوعين آخرين إلى جمعية لمكافحة التخلي عن الأطفال، تمكنت من إنقاذ حياة عشرات المواليد المتخلى عنهم بمساعدة عائلات تطوعت برعايتهم، وساعدت مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد كبير على التعريف بها وتشكيل رأي عام مناصر لأهدافها. دبار ناس ما كانوا يجوني، بس ناس ما كانوا فاهمين عندهم الحق مولي، يعني اليوم ما نفهم شيء، ما لا نجي ما لا لا نجي، ورك الناس الحمد لله عاد يفهموا سك جي بانسي، دونك عاد ناس يجون يعاونونا، هاي يتلفلي وهاي جاي عندها كون كوشات عندها كون البن عندها كون هذا، واللي كانت الجمعيتي انا ما عندي جمعيته في يوكو عنده فينانسمان شور ليتا ولا شور ديز اورغانيزاسيون انترناسيونال، نو جي ترافاي افيك لي موين دو بور. يحصل راسين ورفاقه المتطوعون على مستلزمات الاطفال الذين تتبناهم الجمعيه من خلال جمع التبرعات، وأصبحت الجمعية تحظى بالكثير من التعاطف بسبب الحملة الإعلامية التي قادها إعلاميون ومدونون داعمون للمبادرة. لا تتوقف معاناة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج عند إنقاذهم، بل يطول مسارها فيعانون من أجل الاندماج الاجتماعي في ظل منع القانون للتبني، ويرافقهم الوصم بالعار والنظرة الدونية مدى الحياة. إبراهيم مصطفى، العربية، نواكشوط. الآن إلى ردودكم على سؤالنا التفاعلي، من المرأة التي تلهمك إلى جانب والدتك؟ طيب راح أضطر أني أقول راغدة معلولي حتى لا أني أنا يشيلوني من البرنامج. بس مضغوط عليك يعني؟ أكيد بلا شك، مارست علي شتى أنواع الإرهاب. هنعمل إيه في المتنمر ده راغدة؟ لا والله هي نون النسوة حتجيب لي النقطة. طيب ابنتي، كل عام وكل نساء العالم بخير. اخواتي طبعا ربي يحفظهم لي. يا غادة صباح الفل عليك وكل عام وانت بخير. كل امرأة تلد وتربي وتبني أجيال. تحية خالصة لكل امرأة في يوم المرأة العالمي، وإن ملهمتي وبدون مجاملة هي زوجتي. الله يحمي كل بعض يا أبو أحمد. الله يحفظها. معلمتي الفاضلة بالمرحلة الثانوية المختصة بعلم النفس. أنا مش فاكرة حد فيهم صراحة، ولا ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي، عدت الأيام ونسيت. في حد لازم يعلمه؟ أكيد بلا شك، إذا يعني هو حبك للمادة، حبك للمدرس أو المعلمة قصدي. خلاص ما تحبي. شاطرة كنتي، تفضلي. جدا. كل من علمتني حرفا. صباح الوفاء. صباح الخير لكادر البرنامج، شكرا لك، يسعد صباحك. طبعا هي المرأة هي الملهمة الأولى للرجل وأولها زوجتي لحياتي. أي امرأة شبيهة بأمي تلهمني، أي امرأة قوية بتلهمني. جيد. طيب هاي آخر تغريدة. أهلا بكم. تركز الفنانة التشكيلية السورية نور بهجت في أعمالها على الطبيعة بشكل عام وتأثير التكنولوجيا السلبي عليها، كما أن المرأة تشغل حيزا كبيرا في لوحاتها، إذ تبرز قدرتهن على مواجهة التحديات مستندة في أغلب لوحاتها على المدرسة السوريالية. للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو الفنانة التشكيلية السورية نور بهجت. أهلا بك معنا نور، يسعد صباحك. أهلا فيك. وأنا من الناس اللي ما بحبش التكنولوجيا وبتفق معك إنه لها أثر سلبية، بس خليني أسألك في البداية، يمكن أن يعني أعمالك كان فيها بصمة مختلفة في البداية، نوع من البساطة أكثر. صحيح. بتركزي على الفيجرز أكثر. صحيح. دلوقتي ما فيش مسافة، أنت يعني ما فيش مساحة سايباها فاضية. صحيح. ما الذي تغير في كل هذه المراحل؟ هلا أول ما بلشت وقت أجيت لهون على دبي، كان يعني كنت لسه متخرجة من الجامعة، وبطبيعة البلد هون صحراء والسماء هيك زرقاء، فكانت أكثر شيء يعني عم أكد على الفيجر وبدون تفاصيل زيادة. بعدين سافرت على الفلبين، عشت 3 شهور هنيك، فبس شفت الطبيعة هنيك صرت كثير انسحرت فيها، وصرت دايما حط عناصر طبيعية، وصارت تعجق اللوحة أكثر ويصير فيها هي
هي العناصر المزدحمة إن كان أكثر. طيب خليني أسأل نور بأنه اليوم تأثير المدرسة السريالية عليك، أو هل الفنان حينما يجرب أو يرسم ينضج دائما قد يتخلى عن ما تأثر به سابقا؟ أكيد، يعني الواحد دائما بالتجربة دائما بيتطور ودائما بيغير من شغلات. هلأ ما بالضرورة هي دائما المدرسة السريالية، بس كل فنان له بصمته. أكيد كل فنان له بصمته، بس وقت الواحد كل مرة بيجرب أكثر بيتطور وبيطلع من شغلات قديمة وبصير يعني بيطور حاله أكثر. يعني ما دائما، يعني مثلا هاي اللوحة اللي جنبك هي تجريد، ما فيها شيء مثلا، ما فينا نقول عنها انه سرياليه. يعني هي، يعني هو السرياليه هي من وين تميلين اكثر؟ انت وين تميلين؟ نور وين تلاقي نفسها؟ هلا انا بحب اجرب شغلات مختلفه، بحس لسه بكير انه اقول لك لقيت حالي لانه لسه صغيره. انا ما يعني يعني يمكن مع الزمن انه اكون لاقي حالي بتغير. زي الاول ما كنت بتعتمدي على البساطه، دلوقتي مثلا تمام هلا لاقي حالي اكثر بالعجقه والتفاصيل. ممكن بعدين يعني هلا بهالفتره بالعجقه والتفاصيل والالوان. ممكن بعدين لاقي حالي بمكان مختلف. اكيد. يعني وين جنون نور؟ هي موجود لكم. هذا جنون ولا هذا غضب؟ لا ما بتخيل غضب، يعني بتخيل هذا. اشرحي لي. طيب يلا. بتخيل هذا الزهر يلي موجود هو كتير فرح. يعني صح ممكن يكون الفقر شوي هيك على عاطي على زومبي. بس في فتاة جميلة بس معلقة وفي لون زهر والألوان برايت. هذه المعلقة الفتاة، وحتى يعني كل إنسان يرى اللوحة من منظورة 100%. لكن ماذا ترين أنت؟ 100%. هي صورتي وأنا ختيارة وقت بكبر بالعمر. وهدول هذا صندوق الألعاب. فهو إنه الواحد قد ما كبر هو بيضل طفل من جوا. طب الزومبي؟ هي زومبي لانه ختياره، يعني هيك شكلها انه هرهرت. طب البنت المعلقه؟ البنت المعلقه هي يمكن طفولتها، يمكن وقت كانت او حلمها. في شيء بيشبه من هذا الشيء، وهي لساتها مع العابها وهيك. بس كل واحد بيشوف اللوحه بيشوفها أكيد. من وجهه نظره. أكيد. هو أكيد. ممكن من تجارب شخصيه مرت فيه. طب لو تكلمنا عن لوحه ثانيه، الورا عادل، هي بما انه اليوم يوم المراه فاخترت اني اجيب هاي اللوحه يلي هي عندها رتب على كتفها. والايدين اذا بتنتبهوا انه هن مو ايديها، لانه مو نفس لون الجاكيت. ففي ايدين على الطاوله ممكن يكونوا ايديها وممكن لا، فهي مثل تعمل حيره للمشاهد انه هل يا ترى هي هي ايديها نفسهم، هل هي المتحكمه او لا. نفس الوقت عندها الرتب. تشعرين ان المراه في مجتمعنا قويه كفنانة؟ هلا الحمد لله كفنانة، يعني يعني الحمد لله بلاقي دائما دعم، ودائما دائما خصوصي دائما بلاقي شغلات هي بس للمرأة، يعني لأني بنت أنا عم شارك فيها. حلو. لأني بنت عم يجيني دعم. أكيد نطمح إنه يكون أكثر في تحرر، يعني بس يعني عم ينفتح الموضوع. تزريها بأي صورة المرأة؟ بقوة ولا في صعوبات؟ هلا اكيد في صعوبات بالمجتمع العربي، بس وقت الواحد بيكون شايف حاله من جوا قوي، هو يعني بيعكس هذا الشيء على محيطه، وبيرجع العالم بتصير بتحترمه اكثر، بتعرف انه قد ايه هو قوي. ويعني نور دائما خليك بهذه الروح المتمردة على اللوحات. تسلمي. هذه النار الموقدة داخل كل امراه. تسلمي. شكرا جزيلا للفنانة التشكيلية السورية نور بهجت، يعطيك العافيه. تسلم. شهدت البرازيل أسوأ أسبوع من حيث الوفيات بسبب كورونا منذ بدء الجائحة حتى الآن، وقد وصل عدد الوفيات خلال هذا الأسبوع 10,000 لتكمل البلاد سنة من ظهور أول حالة فيها، محتلة المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الضحايا والثالثة من حيث الإصابات. تقرير دادا عبد الله والتفاصيل معه نتابع. بلد على حافة الانهيار، عام من كوفيد-19 غير كل شيء في البرازيل. ماناوس عاصمة ولاية الأمازون رئة العالم التي يتنفس بها، عاشت أسابيع من الرعب
بسبب نقص الأكسجين في المستشفيات. جدتي في العناية المركزة وليس لديهم أكسجين وهي بحاجة إلى هذا الأنبوب للتنفس حتى تبقى حية. المقابر لم تعد تسع أعداد الوفيات. تخيل أن والدي دفن كما تدفن الحيوانات، لم أتمكن من رؤيته. لكن المشكلة الأكبر الآن يكمن في السلالة المتحورة التي ظهرت هنا والتي باتت تهدد البرازيليين والعالم أكمل. إنها تنتشر بطريقة مكثفة، زيادة على كونها سريعة الانتشار وسهلة العدوى، فإنها تسبب الوفاة لفئات الشباب. من أقصى الشمال إلى الجنوب كانت سان باولو المدينة الثانية التي ظهرت فيها السلالة الأمازونية قبل أن تكتشف منها حالات في اليابان وأوروبا. هنا ولد أول لقاح برازيلي ضد كوفيد-19 بالتعاون مع المختبر الصيني سينوفاك. لكن صراعا سياسيا بين حاكم الولاية والرئيس البرازيلي حال دون تطويره بالسرعة المطلوبة. هذه هي ساحة السلطات الثلاث، فحين صمم أوسكار نيوماير برازيليا على شكل طائرة جعل في قمرتها ثلاث سلطات: السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية. منذ ظهور فيروس كورونا قبل عام من الآن تحولت هذه الساحة إلى معارك حول سياسة مكافحة الفيروس بين هذه السلطات الثلاث من جهة، والرئيس جاير بولسونارو وحكام الولايات من جهة ثانية. معارك ما زال المنتصر الأوحد فيها هو فيروس كورونا. دادا عبد الله، العربية، برازيليا. حياكم الله. يحدث ديسك الرقبة نتيجة تضرر أقراص العمود الفقري إذا تصاب بالانتفاخ أو من الممكن أن تتمزق، وهذا الضرر في منطقة الرقبة يسبب ألما كبيرا وضغطا على المنطقة، إذ تصبح حركة العمود الفقري غير مرنة. ومن أبرز الأسباب للإصابة هو التقدم بالعمر ونمط الحياة. للمزيد ينضم إلينا من جدة دكتور أيمن رضا طيب، استشاري جراحة العمود الفقري. أهلا بك معنا، صباح الخير دكتور. ويمكن الإصابة بديسك الرقبة ليست سهلة ومؤلمة جدا لمن يصابون به، فدعني أسألك دكتور، ما الذي يحدث في العمود الفقري خلال الإصابة؟ أهلا، صباح الخير جميعا. أهلا مروة أخوي عادل، حياك الله، يسلمكم إن شاء الله جميعا. طيب، هو ابتداء يعني لما نتكلم عن أنه الغضروف هو الواقع بين الفقرات سواء كانت القطنية، الصدرية، العنقية، طبعا هذا الغضروف يتكون من جزء داخلي اللي هو النواة وجزء خارجي مسؤول، طبعا الغضروف مسؤول عن حماية الأعضاء العصبية اللي حوالين الغضروف، مسؤول عن الحركة، يتشارك مع العمود الفقري بأنه يدي قوام الجسم أو قوام الجسم كامل للشخص. بس ممكن تعيد السؤال كمان؟ طيب، إيش السؤال؟ احنا خلي أنا أسألك بأنه اليوم الـ الناس يعني يقولون، أنا ما أتكلم عن الرياضيين، أنه هل فقط الكبير في العمر هو من يحدث له ديسك الرقبة، ولا أنه والله أحيانا النوم بشكل خاطئ، الحركة بشكل مفاجئ قد تحدث لنا ديسك الرقبة؟ صراحة هو سؤال مهم جدا، يعني المسببات كثيرة، لكن يعني ممكن تكون الإصابات، العمر طبعا يلعب دور في المشكلة هذه، لأنه نعم. يبدأ التآكل في الغضاريف تدريجيا، بعد كذا يبدأ يصير النتوءات أو البروز، بعد كذا يصير الانزلاقات هذه. ففعلا ممكن الإصابات، ممكن مشاكل ثانية، ممكن الالتهابات اللي تصيب الفقرات والعمر كمان زي ما تفضلت. طيب دكتور، ما هي الأعراض التي تظهر بجانب الإحساس بالألم؟ هل يمكن أن تصل إلى الذراعين؟ آلام مزمنة في هذه المناطق، ما الذي يشعر به المريض؟ تنميل،
صحيح. طبعا هنا ايوه هنا السؤال ايوه أي هنا السؤال يبدا، يعني هل كل مريض انزلاق غضروفي يشتكي من الالام؟ لا، يعني طبعا هنا مو كل مريض عنده انزلاق غضروفي يشتكي، لانه لو مثلا شفنا او نشوف حالات كثيره يكون المريض عنده انزلاق غضروفي ما عنده اي مشكله او ما عنده اي شكوى، ممكن شويه الام، ممكن شويه تنميل. لكن لو نتكلم مجملا عن الأعراض اللي اشتكي منها المريض غير الآلام الرقبة، يكون فيه تنميل، مشاكل في الإحساس، مشاكل في الحركة أو قوة الحركة سواء كانت في الأطراف العلوية أو السفلية. ممكن كمان توصل إذا كان في حالات يكون في ضغط شديد. طبعا لا ننسى أنه هنا المنطقة خاصة منطقة الرقبة فيها الحبل الشوكي ماشي، فيكون إذا كان في ضغط شديد ممكن يأثر على الحبل الشوكي ويأثر على الإحساس والحركة في كامل الجسم، ممكن يوصل كمان لل يأثر على المسارات الإخراجية اللي هي البولية أو الإخراجية. طيب دكتور، خلني أنا أيضا أنه أنتقل إلى أنه الناس قد تتخوف من التدخل الجراحي، يقول لك والله هذه المنطقة منطقة حساسة، قد أتعرض إلى شلل اليد أو حتى الرقبة، وبالتالي أني أنا ما أقدر. يختلف عن الظهر أو أي مكان آخر لمعالجة الديسك، هل هذا التخوف مبرر؟ شوف، هو يعني يمكن جزء منه يعني واقعي، ما نقول انه مبرر لكنه واقعي فعلا، انه المريض يتخوف من المشاكل اللي تحدث هذه. لكن هنا ضروري اول شيء انه المريض ينعرض على يعني مختص في جراحه العمود الفقري، يعني ناس مؤهله ومعروفه انه عندها خبره كويسه في جراحه العمود الفقري. هذا شق. الشق الثاني، هذا جزء اللي هو شق المريض، لكن الجزء الثاني انه الطبيب عليه انه يقيم المريض بشكل الصحيح، يشوف الأعراض، هل الأعراض شديدة ولا لا، يشوف كمان الفحص السريري هل في ضعف. النقطة الثانية كمان يبدأ يشوف الإشاعات، سواء كانت الإشاعة العادية، الإشاعة السينية، الإشاعة المقطعية إلى الرنين. طبعا هذه الأشعاعات مهمة جدا، تساعد الطبيب في التشخيص، تحديد مكان المشكلة، وإذا كان في خيار جراحي ولا لا. طبعا هنا جر السؤال الثاني اللي هو هل كل مريض عنده غضروف يحتاج تدخل جراحي؟ طبعا لا، هنا في يمكن ثلاثة خطوط أساسية للعلاج، اللي هي أول شيء العلاج التحفظي، بعد كذا العلاج الطبيعي، بعد كذا المسكنات. طيب، والإبر في مناطق معينة. هنا أسألك عن الإبر دكتور، خليني استوضح منك هذه النقطة. يمكن ده يعني الكثير من الأطباء ينصحون بأخذ الكورتيزون في هذه المناطق لتخفيف من الألم والضغط. في هذه الحالة يمكن كمان المريض بيكون عنده تخوف لأنه بيسمع أنه لها أضرار جانبية على المدى الطويل إذا استمرت على هذا المنوال، هل من أضرار الكورتيزون؟ هو أمانة يعني ما في ضرر، لكن مهم جدا أنه يعني هنا الطبيب اللي يعطي الجرعات تكون محسوبة، يكون هل فعلا المريض يحتاجها ولا لا. يعني ضروري يكون، أرجع تانية يعني اللي هي المختصين هم اللي يقوموا بالإجراء المناسب هذا. يعني طيب دكتور، كيف أشعر، أو خلينا نقول في البداية كيف قبل أن ألجأ إلى الطبيب، كيف أعرف أنني مصاب بالديسك؟ هل هو لابد أن من تشخيص، ولا في ظواهر أو على الأقل بوادر إصابة؟ طيب هو شوف، يعني غالبا يعني المريض اللي بيشتكي من الأعراض هذه نقول أول شيء مبدئيا يكون عنده آلام، آلام يعني ممكن تكون شديدة، ممكن تكون مزمنة. يعني أنا كطبيب مسؤول عن جراحة عن العمود الفقري، مهم جدا أسأل المريض حقي هل الآلام مزمنة أكثر من 3 شهور 6 شهور؟ هنا أنا لازم أسأل نفسي ولازم أبدأ بالتشخيص. إذا كان مثلا أقل من كذا، يعني أقل من 3 شهور 3 أسابيع، ممكن يكون جهد عضلي بوضعية المريض، يمكن وضعية خاطئة جابت له الآلام هذه. لكن هذه نقطة. النقطة الثانية اللي هو شدة الألم، يعني بعض الأحيان المريض يأخذ مسكنات
ويبدأ يزود والجرعات تزيد وما في استجابة. هنا أنا لازم كدوري أنا كطبيب أني أبدأ أفحص وأسأل نفسي إيش الفحوصات اللازمة اللي احتاجها المريض عشان يعني نلحق المشكلة من بدري. طيب دعنا دكتور ننتقل إلى بعض الأسئلة والاستفسارات من المشاهدين، هي أسئلة عامة. أول استفسار: يحدث أحيانا طقطقة في فقرات الرقبة، هل هذا دلالة على شيء؟ دكتور سامعنا؟ سؤال ماني سامع بس. طيب خليني أعيد لك السؤال دكتور: يحدث أحيانا طقطقة في فقرات الرقبة، هل هذا دلالة على شيء؟ الطقطق الرقبة الطقطق دكتور. شوف شوف في الغالب إذا كانت أرجع تانية نحن نقيم المريض بالأعراض المصاحبة له، هل في آلام شديدة، هل في مشاكل في الإحساس، هل في مشاكل في قوة الحركة، هذه مرة مهمة يعني يقيمها الطبيب. لكن إذا كانت الطقطقة بحد ذاتها إن شاء الله ما في مشاكل. طيب وإذا الرقبة ما تكون مستقيمة مايلة، بمعنى إذا أخذناها بالمعنى الآخر هو طقطقة الرأس، أي يعني كان في ميلان إلى الأمام، هل هذا أيضا يدل على خلل؟ قصدك أنت أن الرأس إلى أسفل شكل أي؟ إذا كان يعني هنا يعتمد يعني هل هو يعني طبعا هنا يحتاج لتقييم الطبيب، بمعنى إذا كان الشكل ثابت، إذا كان في مشكلة في شكل العمود الفقري لا هنا لازم يحتاج للتقييم. لكن إذا كان وضعية معينة فأعتقد لا يعني. طيب إذن السؤال الثاني: صباح الخير، ما مدى خطورة عملية الانزلاق في فقرات العمود الفقري على المريض؟ هل تكون خطرة أكثر على الكبار في العمر؟ الخطورة على الكبار أكثر من طيب. الشباب؟ برضو هذا سؤال مهم جدا، لأنه طبعا لا ننسى جسم الإنسان مع تقدم العمر يعني تحدث فيه مشاكل ثانية، من ضمنها اللي هو السكر مشاكل الضغط، هذه كلها يعني ترفع نسب الخطورة العملية. لكن هنا يعني يلعب دور طبيب التخدير فيها، أنه يحدد نسبة الخطورة ويشوف هل بالإمكان نقدر نسوي العملية ولا لا. لكن في الغالب ترتفع النسبة بنسب معينة ومدروسة، ونحن بالاتفاق مع طبيب التخدير هو اللي يحدد يعني. طيب شكرا جزيلا لك دكتور أيمن رضا، طيب استشاري جراحة العمود الفقري، كنت معنا من جدة. مع افتتاح المجمعات التجارية صباح اليوم عادت المطاعم لتقديم المأكولات والمشروبات بالداخل، وافتتحت السينما أبوابها ومدن الألعاب بعد تخفيف القيود التي فرضت بسبب ارتفاع إصابات كورونا في مطلع يناير. أين سنرى؟ بعد شهر من الإغلاق عادت نشاطات تجارية إلى الافتتاح مجددا بعد السماح لها من قبل وزارة الداخلية بعد فرض القيود عليها وإعادة الافتتاح. اليوم دور السينما استقبلت الراغبين بحضور الأفلام في قاعاتها مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بداخل قاعات السينما من الداخل. أيضا تم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم المأكولات والمشروبات بداخل هذه المطاعم والمقاهي بعد أن استمرت ما يقارب الشهر بتقديم الأكل فقط خارجيا وليس بداخل المطاعم والمقاهي. أيضا إعادة افتتاح الصالات الرياضية مجددا، كما أعيد افتتاح مدينة الألعاب أو مراكز الألعاب الداخلية لممارسة الأنشطة الترفيهية. لا زالت بعض القيود مفروضة على دخول الأشخاص إلى المولات أو المجمعات التجارية بشكل عام، إلا ببعض الإجراءات الاحترازية كتطبيق توكلنا وقياس الحرارة عند كل مدخل للمجمعات التجارية. يتواجد رجال الأمن الخاص بهذا المجمع للكشف عن هذه الإجراءات الاحترازية. كما أيضا تم فرض إجراءات احترازية مشددة على المقاهي والمطاعم، كأن يتم المحافظة على مسافة 5 متر بين الطاولات، من لم يطبق هذه 5 أمتار يتم منعه من تقديم المأكولات والمشروبات بداخل
المطعم أو المقهى. أيضا تم منع تواجد 5 أشخاص على نفس الطاولة الواحدة في داخل هذا المطعم، وشددت الجهات الحكومية وكذلك وزارة الداخلية على أن المراقبة ستكون أشد خلال الفترة القادمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية. عبد المحسن الحربي، العربية، الرياض. أغنية لبيروت. بهذه الأغنية قررت الشابة اللبنانية لارا أبو عبدو خوض تجربة المنافسة في حلقات The Voice الفرنسي الأولى، ورغم أن تجربة لارا مع الغناء بالعربية محدودة لكنها فضلت المخاطرة وإهداء هذه المشاركة كرسالة أمل إلى الشباب، شباب مدينتها بعد عام مليء بالصعوبات. بيروت تختلف. رغم أنها لا تتقن الغناء باللغة العربية، إلا أن لارا أبو عبدو خاضت تجربتها الأولى واختارت أغنية لبيروت لتتحدى بها رهبة مسرح ذا فويس العالمي بنسخته الفرنسية. شابة لبنانية سعى القيمون على البرنامج للوصول إليها عبر الإنستغرام لتحقق حلم طفولتها وتحمل معها الأمل لأبناء مدينتها. وكنا كل سبت أنا وعائلتي نقعد قدام التي في ونحضر The Voice France ونتحمس. هن اتصلوا في عبر الإنستغرام وحكيوني وقالوا لي أنه صوتك عجبنا كتير ومنحبك تقدمي إذا أكيد أنت بتحبي، وأكيد قدمت. بالأول ما صدقت قبل ما يبعثوا لي الميل ومسيو برينو بيرباريس حكاني، ما كنت مصدقه. بس اول ما كل شيء بين انه بلا كل شيء حقيقي تحمست واشتغلت على حالي. مثل ما قلت انا قبل ما بغني ابدا عربي، واكيد في اشتغل على حالي اكثر بكثير. بس ثاقبت نحن صورنا البلايند اوديشنز دغري بعد الانفجار، وانا انسان كثير متعلق ببلده وحبيت انا اوصل مسج اوف هوب للبنانيه. نضلنا عم نحكي بلبنان، نضلنا عم نذكر لبنان. وبهيك أوضاع، يعني إن كان كورونا، إن كان الأوضاع الاقتصادية، إن كان كل شيء، عايزين نحن هيدا الأمل، عايزين نحن بعدنا نحكي عن لبنان برا، توصل الفكرة لبرا. ابنة 16 عاما اختارت الانضمام إلى فريق أمل بانت، لكنها ترفض الإفصاح من بيروت عن المراحل التي وصلت إليها في البرنامج. وكتير كان في مراحل صعبة قبل ما يقبلوني أكيد على الآخر، لأنه خصوصا بالكوفيد هلأ أونلاين كله عم بيصير، وأكيد لأنه أونلاين بيصير في ميجرز أكتر، بدك تبعد فيديوز أكتر، تعمل ميتينجز أكتر. سو كان شي متعب بس شي كتير كتير حلو. كنت ناوية روح أصلا مع أمل بنت يعني من الأول، لأنه من وقتها من صغيرة بسمع لها أغنية، عندها الشلش العرب كله على بعضه. ما كنت متوقع شيء، يعني مش قصة توقع، قصة أنا جبرت حالي ما أتوقع شيء تما أنفقس إن كيس ما برموني. وقتها بردت لأمال أكيد انبسطت كتير وفكرت فيها مرتين، يعني رحت معك. وإضافة إلى دراسة الغناء والموسيقى، تتمتع لارا بمواهب رياضية أبرزها ركوب الخيل، لكن هدفها اليوم إتمام تعليمها الثانوي والتحضير لأغنية خاصة قد تبصر النور عما قريب. غنوة يتيم، العربية، بيروت. للمزيد تنضم إلينا من بيروت اللبنانية لارا أبو عبدو المنافسة في The Voice النسخة الفرنسية. أهلا بك معنا لارا، صباح الخير ومبروك على هذا الترشح. وخلينا نتكلم عن تجربتك، كيف جاءت هذه المشاركة؟ يعني كنت بتفكري فيها من فترة، حبيت تقدمي وتكوني إحدى المشتركات، واختيارك لهذه الأغنية تحديدا، يمكن قالوا أنه العربي شوية الغناء بالعربي محدود، ولكن حبيت تقدمي بيروت بطريقة مختلفة، أغنية بتلامس قلوب اللبنانيين كلهم. صباح الخير، أول شيء شكرا. صباحك. أنا بس حب أقول أنه أكيد أنا عادة ماني متمكنة باللغة العربية، بس هالشي عم جرب أشتغل عليه لأنه اللغة رائعة، اللغة it represents me. يعني غير هيك حلمي كان The Voice،
حلمي من وقتها مني صغيرة، فتوصلت لهالمرحلة بين 10,000 مشتركين أخذوا 120 وأنا كنت من بيناتهم. يعني لإلي لهلا حتى لو شو ما صار بعدين، عندي هلا الباتل سون، أنا فخورة بنفسي، فخورة إنه قدرت وصل هيدا الرسالة من لبنان لبرا خصوصي بهيك أوضاع. طيب خليني أرجع مرة ثانية، ليه اخترتي لي بيروت؟ ليش مش أغنية ثانية تشاركي فيها؟ أكيد هلا هي التصوير صارت صار التصوير دغري من بعد انفجار مرفق بيروت. يعني ما كان في غير شهر فرق كتوقيت، وأنا كنت بعدني كتير متأسرة بالموضوع، ومثل ما قلت بالريبورتاج أنا كتير متعلقة ببلدي، فخورة أني لبنانية بلاش. ولازم الواحد يضلوا عم بيحكي بلبنان، لأنه إذا وقفنا نحكي عن لبنان بطل في أمل وين ما كان. راجع يتعمر لبنان يا لارا باللغة. أيضا كثير أغاني يعني 100%. لارا الأمل موجود دائما. بس خلينا يعني نسمع منك حاجة قبل ما نكمل لقائنا معاك، حابة تسمعينا إيه؟ لارا بتسمعيني؟ ممكن تسمعينا حاجة على ذوقك؟ بالعربي اللي بيريحك. يعني وترتوني هلا. لا 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 عايزين نسمع صوتك الحلو اللي انا بدي بالفرنسي. شو رايك؟ يلا شكرا معلم، انا سبت لها البلد بالفرنسي. يلا حاجه غني تكرم نبي نغوز. يلا Quand il me prend dans ses bras, Allah. il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. الله بخيلة علينا لا لارا جدا صح؟ بخيلة. لا جدا بخيلة. طيب هنسمع منك حاجة كمان شوية لارا، بس خلينا نسألك كمان، يعني انت عندك عام دراسي مستمر وفي مراحل انت عديتي بيها في هذا البرنامج، مش عايزة تعليني عنها لغاية دلوقتي، بس خلينا نفهم كان في تعاون، كان في دعم من المدرسة؟ أكيد أهم شيء هو أهم شيء الدعم. كان لو ما كان عندي دعم من المدرسة، من أهلي، من أختي، من رفقاتي، أنا ما كنت وصلت لهون اليوم. وبدي أشكر مدرستي وخصوصي عائلتي على هالدعم الكامل اللي كانوا عم يعطوني. طيب خليني أنا أسألك شوية فنياً لارا، الغناء باللغة العربية لما بيسمعوه الأجانب لا يستسيغون، يعتبر كأنه نشاز على أذن الغربيين، بالتالي لهم أيضا السلم الموسيقي أو خلينا نقول ربع تون إلى آخره. هل قدرتي أنه أنت تحصلي هذه المعادلة بين أنه تقدمي لهم شيء عربي لكن بناء بذات الوقت أنه يعني قريب من سمعهم، ولا خلاص كله فرنسي حتكون بالمسابقة؟ هو كيف مسيرة المسابقة؟ أول غنية بقدمها أو بغنيها على البلايند أوديشنز أنا بنقيها. تاني غنية الكوتش اللي رحت معه حتنقي غنية اتنافس عليها ضد شخص أم شخصين. فمش أنا بقرر شو تاني غنية، بركي بعدين أعمل جيب شيء أكيد أورينتل عليها. بس مثل ما قلت أنا ماني كتير متمكنة باللغة، أكيد خطرت بأول مرحلة، أكيد طيب. قلت أنه أنا حاشتغل على هاللغة. شو الأغنية اللي بالعربي اللي عم تدندني فيها هاليومين بالعربي؟ ها نعم. ولا غنية عم تدندني بيها بالعربي عم تغنيها كعربي؟ أنا بسمع بسمع أنا بسمع لوائل كفوري. يلا سمعيني شوية فيروز. بس لا ما بغني، لا دخيلك ما تسمعيني، أنا ما بغني. خلاص بعد سنة إن شاء الله نسمع منك حاجة عربي، خلينا نسمع حاجة بالإنجليش إن شاء الله نختم فيها معاك بالإنجليش بعد. إذا حبة فرنسي برضو ما عندناش مشكلة. تكرم عينك. شو بدنا نغني؟ يلا اللي ببالك أول شيء. They tried to make me go to rehab and I said no, no, no.
Yes, I've gone back, but when I come back, you no, no, no. I ain't got the time, but if my daddy says I'm fine, they tried to make me go to rehab, and I said no, no, no. يعطيكي ألف عافية لارا، بنتمنى لك كل التوفيق لارا أبو عبد، وإن شاء الله توصلي لآخر المراحل، ويعني أنت شرف للعالم العربي وليس فقط للبنان. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. طيب يعني ننتقل إلى الموضوع التالي وإلى السعودية تحديداً، حيث تنتج السعودية محاصيل زراعية متنوعة وبعضها نادر، والآن تتجه إلى المزيد من الدعم للمزارعين الراغبين في تحويل محاصيلهم إلى عضوية، كما بدأت بتفعيل أنشطة وفعاليات محلية تساعد المزارعين على تقديم منتجاتهم، ومنها التين والبرتقال والأفندي والبابايا. يا حلو الأفندي، اي والله اشتهيت. طيب للحديث للحديث عن الموضوع ينضم الينا من محافظة الحريق في الرياض صاحب مشتل نسيم الصبا عبد الله آل بجبير. صبحك الله بالخير. صباح الفل عبد العزيز. عبد والله سامحني، صباح النور الله. عبد العزيز عبد الله والله ومليون نعم مليون الله يحييكم. الله يحييكم، مرحبا والله مسهلا، ونحيي قناة العربية اللي استضافتنا في هذا البرنامج، ونرفع الشكر الجزيل لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وعهد الأمين محمد بن سلمان على دعمهم للمزارعين وتشجيعهم. طيب خلي أنا أسألك اليوم أخوي عبد العزيز، بأنه اليوم السعودية ربما أي والله في بعض المنتجات اللي تكون موجودة وتصلح للزراعة فيها، اليوم الحمضويات البابايا هذه مو من المنطقة نهائيا، شو اللي خلاك تزرعها؟ والله هذه الحمضيات ما هي دخيلة على محافظة الحريق، الحمضيات عمرها 70 سنة في محافظة الحريق، وكانت بساتين بسيطة في محافظة الحريق، وتورثناها من أب الجد، والحمد لله طورناها أول شيء هواية، لكن بدينا فيها شغل تجاري وننشرها في جميع محافظات في محافظات المملكة كاملة إن شاء الله. هذا بالنسبة للحمضيات والبابايا، بعد لا تقول لي هذه من الرياض. البابايا لا البابايا من الرياض، البابايا شجرة من آسيا، واستقطبناها ونجحت نجاح الحمد لله نجاح، وإن شاء الله بنوريكم في الصورة القادمة أثمارها موجودة. وطبعا عندنا جميع النوادر، عندنا الليمون والكفيار استقطبناه من استراليا. شلون صاير هذا؟ الليمكوات، اي هذا كيميكوات، والليمكوات برضو اللي سمى البلح الملكي برضو يوكل بقشرة موجود، فلحبينا والله ودي أشوفهم طبيعة ما شاء الله. إذا ما على كمر هذه هذه شجرة الكيميكوات، هذه توكل بقشرها من نوع اليوسف الفندي. أيوة يعني هذه نوع من أنواع الحمضيات. أي زي اللي يستفهم. نعم نعم من نوع الحمضيات. عشان نفهم بس، لأنه هذا ليمون الكفيار الاسترالي برضو استقطبناه جديد ما شاء الله ونجح في المحافظة، بنوريكم أثماره إن شاء الله. وهذا من الليمون برضو، من أنواع الليمون موجود داخل المشتل. المشتل يحتوي جميع الحمضيات المنتجة والمجربة داخل المملكة، بخصوص نجد الحمد لله أثمارها غزيرة موجودة، هذه أثمارها كلها شوف على داخل هذه؟ في فصل الانتاج الجديد. هذا ليمون، هذا الليمون المكسيكي. هذا ليمون مكسيكي. شلون طعمه هذا؟ نعم وهذه نعم حلو، وهذا ما شاء الله تفاح البلدي برضو حلو. طيب خليني أفهم منك أستاذ عبد العزيز، يعني يتم تلقيح الحمضيات ببذور قديمة من نفس نوعها، ماذا كيف يتم استقطاب هذه الأنواع وزراعتها في هذه التربة؟ لا الحمضيات ليس تلقيح، تطعيم. هي تستقطب من الأصول الجيدة والممتازة التي قاومت على أجواء السعودية، واللهم لك الحمد، يعني نجحت نجاح قوي قوي جدا. فليت نوريكم بس ثمار الكفيار اللي هو ليمون الكفيار الاسترالي، هذا ليمون الكفيار الاسترالي، هذه استقطبناها من استراليا. نعم هذا ليمون الكفيار زي حبيبات الثلج، وبتعيش في السعودية صيف وشتاء ولا لها مواسم معينة؟ شوي شوي عشان نسألك عنها شوي شوي بس حتى نفهم نشوف شكلها طال عمرك. هذه أيوة هذه تفضل تفضل، يعني طول السنة موجودة معانا.
ولا ليها مواسم؟ لا هذه موسمية. لا موسمية. اي هذا الكافيار هذه موسمية ليمون الكفيار. متى 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 تحصدونه؟ في الشتاء. في الشتاء. في الشتاء حلو. طيب واللي جنبه؟ هذا شتوي. اي شتوي. هذه ليمون الكيميكوات. كيميكوات. هذه طول السنة مثمرة. اها هذه طول السنة مثمرة. هذا وش يرد اصله؟ من وين هذا؟ هذا ليمون. اي من يعني بلد. من تهجين صيني. 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 اي طيب. زين. هل من الليمون يسموه ليمز لكن هو الكيميكوات العلمي. حلو. هذه احنا قاعد نزرعها كلها في محميات ولا؟ لا 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 شمسية. هذه انتاجها. هذا الانتاج هذا من المزارع جايبينه. ها. عسى الله يبارك لك. الصيني. عسى الله يبارك لك. الكيميكوات. اي. وهذه هذه شجرة اجدادنا وابائنا. هذه شجرة اجدادنا وابائنا يمكن تعرفونها طبعا. طب عرفنا عليها ايه هي؟ هذا عادل ممكن يكون عارف. الترنج. هذا الترنج. هذه الترنج. ايه. هذه شجرة الترنج. الترنج. طيب. زين. شنو عندنا محاصيل ثانية؟ ايه. علمنا. هذا يوسف. هذا يوسف المني. ايه. ده طعمه حلو جدا. يوسف مني. يوسف. يوسف مني ولا افندي؟ انا لحظة بس علشان اعرف. لا افندي. أيه. افندي 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 احنا نسميه افندي ما ادري عاد بمصر يسمونه يوسف افندي. أيوة. هذا لا افندي. هذا افندي. هذا افندي. ايوه زي. طيب وين. أيوة. كمان هذا اللي هذا البرتقال. هذا البرتقال الصيفي الى الان يثمر وقت الصيف. هذا البرتقال الصيفي للعصر ولا للاكل؟ ايوه لانه في انواع للعصر والاكل كل العصر والاكل. هذا برتقال ابو صره من اجود انواع البرتقال اللي في المحافظه. اي بس انه على موسم الاخير. الحريق شنو ايش تشتهر فيه؟ شنو المميز فيها؟ احنا باقي لنا دقيقه. عذبه المويه وخصوبه التربه. اي هذا الليمون. هذا التين الاخضر برضه تين جاسم. الله. ما شاء الله هذا مقاوم طول الشتاء يثمر. الله يهنيك. الله يهنيك. وهذا تين الاسود. دقيقه بس نوريك. اي يلا سريع. تفضل. هذا الباباي. ايوه هذا للحين بعد يبي له وقت ولا؟ اي لا الباباي. ايوه لا لا الحين مثمر الايام هذه. مثمر. اي في اخضر. هذا يتحول اصفر. اي لسه قاطفين هنا بدري. هذا البوماني. هذا البوماني. اي احب هذا مع الملح شيء لذيذ. اي الله يبارك لك اخوي عبد العزيز. الله يبارك لك اخوي عبد العزيز. ويعني احنا نتمنى لكم كل التوفيق. قناة العربية على هذه الاستضافة. عسى الله. الله يحييكم. مرحبا والله وسلام. ونتمنى ان شاء الله انكم تغطون معنا في المهرجان الجاي ان شاء الله. ابد ان شاء الله. الشباب موجودين عندكم ما يقصرون ان شاء الله. ساعة المباركة. الله يحييكم. شرفتونا. مرحبا والله وسلام. الله يحييكم. يا هلا والله وغلا. جولة جديدة مع أخبار بلا سياسة، حيث قالت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري في المقابلة التلفزيونية الشهيرة مع أوبرا وينفري أن العائلة المالكة البريطانية كان لديها مخاوف بشأن بشرة ابنها أرشي قبل ولادته، وأن هذه المخاوف تفسر سبب عدم منحه لقب أمير. وصرحت ميغان أنها كانت ساذجة قبل أن تتزوج من العائلة المالكة في عام 2018، لكن انتهى بها الأمر بأفكار انتحارية وفكرت في إيذاء نفسها بعد أن طلبت المساعدة ولم تحصل على أي شيء. ونفت ميغان أن خلال اللقاء أنها جعلت كيت دوقة كامبريدج تبكي قبل الزفاف، وقالت حدث العكس تماما وأن كيت هي من أبكتها. تكبد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات منذ الاثنين الماضي خسارة بلغت 27 مليار دولار. الخسائر جاءت بسبب ما طال أسهم شركات التكنولوجيا والعملة الافتراضية البيتكوين. وأظهر مؤشر بلومبرغ أن صافي ثروتها التي تبلغ 156 مليار دولار يضعه في المرتبة الثانية متأخرا بنحو 20 مليار دولار عن جيف بيزوس الذي تصدر الأسبوع الماضي كأغنى شخص في العالم.
بعد توقف لمدة عام بسبب فيروس كورونا، وافقت السلطات الهولندية على إقامة أول حفل راقص تجريبي، وذلك بعد الكثير من التجارب المدعومة من الحكومة لتحديد كيفية تنظيم الأحداث بطريقة آمنة أثناء الوباء. وفاز 1300 شخص بتذاكر دخول الحفل التجريبي، رغم أن سعة المكان تصل إلى 100,000 شخص. تجمع 100 من المتظاهرين العاملين في المشهد الثقافي الفرنسي في باريس للمطالبة بإعادة افتتاح الأماكن الثقافية بسرعة. وتم إغلاق المسارح ودور السينما في فرنسا منذ نوفمبر العام الماضي. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قال إن البلاد تستعد لتخفيف محتمل للإجراءات اعتبارا من منتصف أبريل، حيث تعتمد على تسريع حملة التطعيم. إلى خبر جديد، قام فريق من علماء الآثار بتجميع العديد من القطع الأثرية التي تعود لملكة قبيلة المايا الحمراء التي حكمت قبل 1000 عام. المعرض أقيم بالقرب من أنقاض حضارة المايا في المكسيك، ويكشف عن قطع مزخرفة وغطاء رأس ترتديها الملكة الحمراء. وأخيرا إلى الصين، طفل صيني لفت الأنظار عبر الإنترنت بمهارته في الخبز وصنع المأكولات الصينية. ظهر الطفل في مقطع فيديو وهو يرتدي زيا صينيا تقليديا ويخبز بعض الوصفات المعقدة بمهارة وسرعة فائقتين داخل مطبخ بسيط، ليحصل هذا الطفل على مئات الآلاف من المشاهدات والإعجابات بعد دقائق قليلة من نشره على الفيسبوك. والله أشطر مني. فاصل ونعود لاستكمال ما تبقى من صباح العربية. ابقوا معنا. مع اقتراب موسم الربيع يبدأ محبو الموضة والأزياء في البحث عن أبرز الصيحات التي ستسيطر على الموسم من ألوان وخامات وقصات. وقد ركزت معظم دور الأزياء هذا العام ومع من يواجهه أو مع ما يواجهه العالم من تغير في نمط الحياة الناتج عن انتشار كورونا على القصات المريحة والواسعة، خصوصا أن الحياة العملية انتقلت في هذه الفترة إلى المنزل. طيب، للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو منال بدوي، مدونة وخبيرة موضة. منال صباح الخير. صباح النور. صباح الألوان الحلوة. اي والله. أسأل ولا تسألي؟ تفضل. لا، ما علشان تقولي لا تقاطع المرأة. اتفضل. لا إله إلا الله. طيب منال، اليوم يعني دائما المرأة، خلينا نقول بمناسبة يوم المرأة العالمي، ماذا تحتاج لتكون دائما أنيقة؟ صراحة الامرأة تدلى أنيقة، لازم دائما تواكب شوفي صيحات جديدة نزل بالموضة، وبالإضافة لهيك تشوف الألوان اللي رائجة واللي بتلبق كمان للسكين تون تاعيتها. مش بس تلبس الألوان مجرد لأنها رائجة، إنما كمان لازم تناسب اللوك تاعها والستايل تاعها. اليوم حابة أقول أنه شفنا على منصات الموضة قطع مميزة وطبع غلب عليها الطابع العملي والمريح جدا. وبالإضافة لقطع بيسك ندخل عليها بعض التاتش والتويست، وبالإضافة للألوان الحلوة. اليوم رح نستعرض بعض القطع، رح نبلش بالنقشات والطبعات اللي هي جدا رائجة بهيدا الموسم، إن كان نقشة الزهور أو نقشة الحيوانات البرية. إحنا قاعد نتكلم للصيف ها؟ للربيع. للربيع وشوي للصيف طبعا بيكمل معنا. بس خليني افهم منك، الزهور نعم لسه موجوده معنا؟ يا الطبعات والنقشات مستمره معنا من الموسم الماضي ورح تكفي معنا بهيدا الموسم. حلو. اوكي، بس اللون يختلف ولا نفس الالوان؟ الالوان رح تكون شوي قريبه يعني للباستيل، الالوان الفاقعه رح نحكي هلا عن الالوان يعني تناسب الصيف. اكيد كمان الاسترايبس والخطوط بالطول وبالعرض، يعني السيده اللي عندها اي قطعه من هيدي النقشه موجوده بخزانتها مضبوبه مش
بتلبسها تتجرأ وتطلعها، لأنه رح تكون كتير على مود بهيدا الموسم. الموضة بترجع. نعم الموضة بتعيد نفسها. exactly. هلا الترند الثاني هي الأوفر سايز، كمان انوجدت عنا بالموسم اللي قبل وبعدها مستمرة، ولكن التويست هو أنه صارت أكثر واسعة. مثلا البنطلون مثل اللي أنا لبسته أو الجينز صارت إجراء واسعة أكثر، أوفر أكثر. ليش؟ تيعطينا الانطباع أنه هالقطعة جدا مريحة ونحن بنندلنا لبسينا كل نهار، يعني قد ما أنها خفيفة ومريحة على اللبس. حتى الأوفر سايز بالبليزرز على الجاكيتات والالوان يا شفتوش ده عدى عيني هو اكشلي تائم. بس هون اللي بدي اقول التويست انه الادج ستايل على الاكتيف، كتفات منتفخه، عطت هيدا التويست هيك نتف الحركه برات البيسك المالوف. واللونجوير كمان مستمر معنا، ولكن التاتش اللي انضافت هي هيدي الصبغات او التاي داي اللي جدا رائجه وانا صراحه كثير عم بحبها وبلشنا نتعود عليها. شفناها كثير الفتره الاخيره، وكمان في الوان تانية ممكن تدخل معاها، شفناها البينكش وازرق كل الالوان بس على حسب ما بتحبي يعني. نعم الوان قوس قزح، يعني في كثير داخل فيها الوان قوس قزح. هلا بننتقل لموضوع الالوان. عادل عنا الالوان هون المصممين كتير ركزوا بهيدا الموسم انه يحطوا لنا مثل الوان تعطي فينا التفاؤل والطاقه الايجابيه، اكيد يعني من بعد الفتره الصعبه اللي قطعنا فيها والعالم كله مر فيها. مثل شنو؟ سو عنا هلا تو كاتيجوريز. اول الوان عنا الالوان الباستيل، الاصفر كان بارز جدا وضروري يعني يكون عنا موجود كحقيبه باللون الاصفر. طيب بس خلينا شوي شوي حتى الكاميرا تاخذها. لا اي خليها بس بإيدك حتى الكاميرا تاخذها. تفضلي. هون اللون الأزرق السماوي مثلا كمان منشوف أنه هيدا شيرت أوفر سايز لوحده بيلبس ومريح جدا. بس عندي ملاحظة الشنط اللون الفاقع، أنا شايفة حتى أصفر، هل الشنط اللي لونها فاقع هي المستمرة معنا هي الفترة في الربيع ولا بس مجرد صدفة أنه لا هو تقطين. أكيد اللون الأصفر تحديدا الشنطة الحقيبة باللون الأصفر كتير رائجة بالإضافة إلى الألوان الأخرى، يعني عادة تجيبي مثلا حقيبة من لون تاني أخضر بركي أو أحمر، عرفتي؟ لأنه مثل ما عم نقول الألوان جدا رائجة، بس حبيت أذكر أنه اللون الأصفر تحديدا ضروري يكون عنا كحقيبة. حلو. أوكي اللون الباستيل الثاني والجديد واللي عم نشوفه كتير بالفترة الأخيرة هو المينت جرين أو القريب على اللون النعنع. صراحة لون كتير أنيق وراقي عن جد، يعني عم بيعطي هيك أناقة للقطعة وبلشنا نتعود عليه كتير. هلا بالفئة الثانية من الألوان فينا نسميها الهابي كولرز أو الهابي كلوز اللي هي عم تعطينا الطاقة الإيجابية وعم تدبس فينا السعادة، يعني أكيد هو لون الأورنج أو البرتقالي مثل اللي أنا لبسته اليوم، منقله تانجيرين بالفرنش. كتير رائج وكان من أبرز الألوان وهو سيد الألوان، شفناه بالتياب، شفناه بالأكسسوريز، بالشوز بركي. سو كمينة مثل الأصفر هودي الاثنين كتير رائجين. حلو. الترند الثاني بدي أرجيكم إياها هي موضة الترانش كوت. هلا هون ما حدا يقول إنه لا الترانش كوت فقط للشتاء وللمطر والطقس البارد، بالعكس الترانش كوت هو قطعة كتير مناسبة لفصل الربيع لأنه كتير سهل تنسيقه وخاصة إذا كان الطقس بارد مع طقس مشمس يعني ما في مطر. أكيد مش هنا، خلينا يعني بعد من يعني بعض البلدان العربية بيقدر يعتمد. طبعاً بس ممكن نلحقه بعد. سريعاً آخر قطعة لأن وقتنا بيخلص. حابة أذكر أنه فينا نعمل له ستايلينج مع جينز وفستان ونعتمد المونوكروم تكنيك أو اللون الموحد. آخر حاجة معنا 30 ثانية. اللي هو هودي أنا ذكرتون. هلا خلينا نحكي عن الأكسسوريز. الشنط قلنا الحقيبة الصفراء، كمان درج عنا كتير الحقيبة الحجم الكبير الجوت باك اللي هي صديقة للبيئة، ونحط عليها الطبع أسمائنا مثلا هو حطيت منها. يعطيكي ألف عافية. بعد شغلة خلص لأنه وقتنا الفولار. الفولار ضروري يكون موجود ونحطه على شعرنا. يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا. يلا وصلنا إلى الختام، شكرا جزيلا لكم، نلقاكم في الغد في أمان الكريم. إلى اللقاء. أهلا وسهلا فيك إلي صعب على قناة العربية، ولكن هالمرة عن طريق زوم افتراضيا.
اهلا وسهلا فيك ليس، يعني عن طريق زوم كل شغلنا عم نعمله عن طريق زوم، ما عندنا غير طريقه بقى.